فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للغصب، هل هو خاص بالمال فقط أم يشمل الغصب أشياء أخرى كمن منافع غصب المال أو المنفعة؟ يشمله الغصب. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يدخل في ذلك من يقيم إنسانا من مكانه في المسجد ثم يجلس فيه؟ هذا ما يجوز، إن سبق إلى مباح فهو أحق به، إلا إذا تنازل هو، حتى ما حتى في غير المسجد، لو في الأسواق، لو في، إن سبق إلى مباح فإنه أحق به، إلا إذا رضي تنازل عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.